في الهواء الطلق وعبر أحد الشوارع يجد هؤلاء الشباب طريقة للترويح عن أنفسهم، أين يمارس أغلبيتهم ما يعرف محليا برياضة العصا، رياضة شبه قتالية تقترب من المبارزة، حيث يمتلك كل شخص عصا خاصة به يستعملها لترويض خصمه. نحن هنا في هذه الجمعية نستقبل كافة الأعمار وكافة أطياف الشباب شرائح المجتمع، يعني مرحبا بهم. الشباب هنا يجون يتعلموا ويدوا نظرة، كي اللي يكون كان داي نظرة مش مليحة على هذه الرياضة نعلموهم هذه الرياضة ونوروهم التقنية نتاعها، المهارات نتاعها، كيفية الدفاع عن النفس، كيفية حماية النفس، كيفية حمل العصا. أنا نمارسها لقينا الشيخ هنايا اسمه الشيخ مصطفى كبير، الله يوفقه، هو اللي علمنا هذه الرياضة ودخلنا فيها. احنا ماذا بينا نجي لهذه الرياضة خير ما نمشي لبلاصة أخرى. هذه الرياضة وهي وسيلة دفاع النفس وفيها كل خير، وفيها جماعتها زينة نتعاونوا. رياضة يشرف عليها مدربون يسعون لمساعدة شباب يشتكي كثيرا من نقص المرافق ليجد في هذه الرياضة التقليدية ظلته. بديت هذا المطرق هاوية المطرق من بداية 5 سنين إلى غاية 16 عام. ديتها هاد الهويه من الشيخ نتاعي، كي شتها عجبتني ايوا قعدت نخدمها. فيه فنيات، فيه من الشيخه، فيه كيما نقولوا هو كاين الشيخ بشيخ، كاين المطرقه ما عندهاش حدود، باه ما تلعبها تسيب لي لعب خير منك. هذه هي كيما قلت المطرق، هذا هو رياضه كيما نقولوا كاع للشباب. خاصنا صاله وين نلعبوا فيها، هذا ما نطلبوا من السلطه دقا، حنا ما خاصنا حتى حاجه، خاصنا غير مثلا صاله يريحوا فيها يلعبوا فيها. رياضة تنتشر كثيرا بولاية عامة يسعى القائمون عليها لتأطيرها أكثر عبر إنشاء فرق تحتاج لفضاء خاص بها، وهو ما يطالب به هؤلاء الشباب ومدربيهم.